طيب بس خليني اقول لك ان برضو انا النادي الاهلي عنده مبدأ اللي بيتمسك بيه النادي الاهلي ما بيسيبوش. هو النادي الاهلي ليه ضحى باكتر من لاعب؟ لانه ما بيقفش على حد فعلا. اخرهم كان عبد الله السعيد، علشان عبد الله السعيد وقع لنادي الزمالك، وهو عبد الله السعيد اللي هو كان يمثل 50% من قوة النادي الاهلي. طيب هنتكلم في النقطة دي. عبد الله سعيد كان فاضل له قد ايه ومحدش يتكلم معاه وطلعوا قالوا له شوف مصلحتك، ما حصلش الكلام ده؟ يعني كانوا عارضين عليه مبلغ هو ما كان. طب اشمعنى لما راح الزمالك بقى كله جري زي بالظبط ايوه، موضوع لان المبلغ بتاع الزمالك ما حدش يرفضه. ماشي. ما انا لو انا بقى لعيب وبتمثل بالنادي الاهلي ارفض فلوس الدنيا عشان النادي الاهلي، ما رفضش ليه في يعني عايز اقول لك ان لو هو بقى بيحب النادي الاهلي هياخد الملاليم بتاعته وهيضحي بالكلام ده. هو ما عملش كده ليه؟ لان عارف ان النادي الاهلي ما ملوش ملك، وما اذا كان ولاده اللي هم ولاده ما بيقفش معاهم. يبقى انا فاضل لي سنتين ثلاثه، لما جاي لي مبلغ 20 مليون جنيه في الموسم وانت بتعرض عليا 6 ولا 7، يعني في هي اكتر المسألة مسألة فلوس ولا ده النادي الأهلي؟ دلوقتي مسألة فلوس. مفيش حاجة اسمها لا نادي أهلي ولا نادي الزمالك، اسمع بقى. ما فيش حاجة اسمها مفيش. لا، النادي الأهلي هو النادي الأهلي وهيفضل النادي الأهلي، نادي الزمالك هيفضل نادي يا الزمالك. حبيبي ما اختلفتش معاك، انما في ظل الاحتراف انا دلوقتي الجنيه هو ولائي وانتمائي هو له. ده صح، صح، ده صح ايوه صح. هو نيمار يا ليه ساب، كابتن. اسمعني، هو نيمار ليه ساب برشلونة يا وراح؟ كابتن انت بترسخ مبدأ دلوقتي ان محدش يبقى مخلص لنادي. ما في، بص انا مخلص ساعة لما بلبس الفانلة وانزل الملعب، انت مالكش حاجة عندي غير كده. انت بترسخ مبدأ يعني الاخلاص لمن يدفع اكتر. ايوه ما هي الاحتراف كده يا ده حبيبي. مش احتراف يا كابتن، طب خلاص الاحتراف الغي، ان الناس تبقى ملتزمة لا سيبك بقى بعقودها. الغي بقى، اكل عيش حاف بقى والناس تانية بتاكل بغاشة وتقول لي يعني مثلا فلان بياخد 20 مليون جنيه في السنة وانت جاي تستخسر فيا اللي انا جايب بطولات وشايل فرقة وشايل منتخب مصر وشايل الطين معاهم، وتيجي تقول لي لا اصل انت تاخد 7 والتاني ياخد. هو ايه اللي حصل مع عبد الله السعيد؟ ما نتكلم بقى بشفافية بقى. اللي حصل ان صلاح محسن جايب 42,000 هياخد 18 42 مليون، مليون 42 مليون وهياخد 18 مليون في السنه، وعبد الله السعيد اللي شايل الطين هو احمد فتحي وجايبين بطولات وجايبين دوري وكاس وافريقيا وكل البطولات، وتيجي تقول له 7 ولو لو هيدوك الناس الزمالك الكلام ده. ما تعيش في الدور بقى، اسمع اللي بقول مين لك انا؟ عليه اللي هم انا بقى مالي؟ اللي ما انت اللي بترد اهو. ماشي، ما انا لازم ارد، انت الله، كمان مش عايزني يعني اتكلم. 13 مليون في السنه فرق، هما 13 جنيه 13 مليون في الثلاث سنين 33 مليون جنيه. ده لو الكابتن الخطيب نفسه هيحترف ويسيب البتاع. الخطيب نفسه، طبعا الخطيب اتعرض عليه قبل كده كذا مرة واحتراف شفت ورفض شفت، ورفض عشان ما كانش فيه علشان احتراف، الاهلي. عشان ما كانش فيه احتراف. لا يعني حضرتك لا معلش، ما عشان ما كانش قارنش فيه احتراف، الخطيب بأي حد. ما كانش فيه احتراف. انما دلوقتي طالما دخل الاحتراف انسى ان حد يبقى عنده ولاء غير للجنيه. وهقول لك على حاجه هل ده صح؟ صح. لا ده مش صح، لا انا صح، مختلف مع حضرتك. خلاص ارجع بقى الغي الاحتراف، ده مش احتراف يا كابتن. الغي الاحتراف. كابتن جوهري الله يرحمه لما كان اول من ادخل الاحتراف ما كانش ده هدفه ان الناس تجري ورا الفلوس، كان هدفه ان الناس تلتزم، نبقى زي اوروبا الناس بتلتزم بعقودها. اللاعب بيدي ناديه وناديه بياخد اللي هو عايزه مقابل النظير المقابل المالي اللي بيدفعه. يعني ده كان صح ايه اللي صح؟ اللي هو نظرية الكابتن جوهري؟ انت شايف ان الكابتن جوهري كان غلط؟ طبعا، ما هي سبب من اسباب بوظان. بص احنا لسه قدامنا 30 سنة عقبال ما نفكر في موضوع الاحتراف بجد، يعني عشان يبقى عندك احتراف بجد. انت عندك اصلا كل اللعيبة عندها شغلة واثنين وثلاثة ومشروع واثنين وثلاثة هو ده الاحتراف؟ بره انت الراجل بيجي اللعيب بيحط نفسه تحت امر النادي ال 24 ساعه، بيتمرنوا 3 و4 مرات في اليوم، صح؟ انت بتتمرن ده، انت في لعيبه بتقول لسه في الجيش وفي لعيبه عندها طيب مش يبقى الاحتراف هنا بيتطبق غلط. طيب يبقى من زمان، يبقى ما تكلمنيش عن احتراف بقى. انت لو هتتكلم ما على ولاء حضرتك وانتماء، هتتكلم عن الاحتراف. هتتكلم على ولاء وانتماء ارجع قبل ما يتعمل الاحتراف. ده ولاءه للنادي الاهلي، علاء ميهوب، الخطيب، مش عارف مين، ولاءه لنادي الزمالك، اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، عصام، كل الكلام ده.
انت لما دخلت الاحتراف دخلت الفتنه مصر، دخلت دلوقتي بقى كل لعيبه يتنمرض على ناديه، مش عاجبك انا في فلان الفلاني. طيب، هو ده اللي بيحصل. رتب لي لو رضا عبد العال بيتفاوض مع الاربعه بتوع النادي الاهلي، عايز مين اللي يجدد ويستمر في النادي الاهلي؟ الاربعه. الاربعه طبعا الاهلي محتاج الاربعه. طبعا.